السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. رئيس الحفلة المؤقر وإخواني في الله، إن موضوع مقالتي المنتخب في هذه الحفلة الثقافية هو شبهات أهل القرآن لحجية السنة والرد عليها. أيها الإخوة، فإن السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن، وهذه هي الحقيقة، لا يعارضها أو يشغب عليها إلا شقي معاذ لله ولرسوله وللمؤمنين، مخالف لما أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا، لأن السنة وحي من الله كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن أعداء الأمة الإسلامية لم يستقروا أي قرار أن يروا تقدم الأمة، فخططوا لهدم أسس الإسلام وتشكيك المسلمين في دينهم، وكان من الصعب أن ينالوا ذلك في القرآن، فوجهوا إلى السنة محاولين تشبيهها، وأنكروا السنة بشبهات متعددة، وزعموا أن الكتاب شمل كل ما يحتاج إليه المسلمون جملة وتفصيلا، فلا حاجة لهم إلى السنة. أيها الإخوة، سبب كتابتي هذه المقالة هو التفنيد وتردد بعض شبهات حول السنة، ولخصتها من كتب متعددة مهمة، فقد تضمنت مقالتي هذه مقدمة وجيزة وثلاثة أبواب، ثم جعلت تحت كل باب فصولة. الباب الأول في تعريف السنة وحجية السنة بالأدلة الشرعية، وفيه فصول. الفصل الأول في تعريف السنة: أما في اصطلاح المحدثين فهي ما أُصِر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعث أم بعدها. الفصل الثاني في ثبوت حجية السنة النبوية بالأدلة الشرعية: إن مرتبة السنة النبوية في الأهمية تأتى بعد القرآن الكريم، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حجية السنة: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. الفصل الثالث في عقوبة إنكار السنة: إن كل من يشك في حجية السنة وينازع فيها وهو في الحقيقة لا يعترف بالدين الإسلام كله، فمن أنكر حجيتها فهو ملحد وزنديق. الباب الثاني في ظهور إنكار السنة في العصر القديم وفي عصر الحديث. الفصل الأول في إنكار السنة في العصر القديم: إن لظاهرة إنكار السنة جذوراً عميقة في الإسلام، حيث ظهرت بوادرها في القرآن في القرن الأول الهجري في عهد الصحابة. أيها الإخوة، ومن أهم تلك الفرق الشيعة والخوارج والمعتزلة، فهذه الفرق كلها أنكرت السنة بأوجه متعددة وشبهات متنوعة بتشكيك المسلمين في دينهم. الفصل الثالث في إنكار السنة في العصر الحديث: وإن فتنة إنكار الحديث كانت قد انتهت مع مرور الأيام، ولكنها نهضت من جديد في أوائل القرن الرابع عشر الهجري في صورة فرق. الفصل الثالث فرقة القرآنيين المعاصرة: الفرقة الأولى فرقة أمة مسلم أهل الذكر والقرآن، الفرقة الثانية فرقة مسلمة، الفرقة الثالثة فرقة طلوع إسلام، الرابعة تحريك تعمير إنسانية.
أيها الإخوة، الباب الثالث في تعريف أهل القرآن وشبهات لحجية السنة والرد عليها. الفصل الأول في تعريف أهل القرآن: هو اسم يطلق على فرقة تكتفي بالقرآن الكريم كمصدر للإيمان والتشريع في الإسلام، ويزعم أصحاب هذه الفرقة على أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي اجتمع كافة المسلمين على صحته، بينما الأحاديث النووية فيها اختلاف كثير على صحتها. وبناء على هذا الزعم الباطل فهم ينكرون لحجية السنة. الفصل الثاني: شبهاتهم والرد عليها. الشبهة الأولى أنهم يقولون: تكفل الله بحفظ القرآن فقط وليس بالسنة، واستدلوا في ذلك بهذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والرد عليها: أيها الإخوة، إن السنة من الوحي، كما أن الله تعالى أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وكما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي إن منطوقه صلى الله عليه وسلم ليس إلا وحي من الله، والوحي كله محفوظ قرآنا كان أم سنة. والشبهة الثانية: يغني القرآن عن الرجوع إلى السنة للاشتمال على كل شيء، واستدلوا على ذلك بهاتين الآيتين: قوله تعالى: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الرد عليها: إنه من المعلوم أن الله تعالى لم ينص على جزئية من جزئيات الشريعة. أخيرا، ندعو الله تعالى أن يوفقنا جميعا فهم الكتاب والسنة فهما جيدا، والترديد على الفرق الباطلة. آمين. السلام عليكم ورحمة الله.